مرحبا بكم في شبكة أدميتات، معكم روان الريحاني، مديرة علاقات الناشرين ضمن الفريق العربي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا. نواصل معكم تقديم مواد تعليمية حول كيفية العمل مع أدميتات، شبكة تسويق بالعمولة. واليوم سوف نتحدث عن كيفية اختيار البرامج والعروض المناسبة وكيفية الانضمام إليها، وأيضا سوف نتحدث عن المدة المستغرقة من أجل الموافقة على طلب الانضمام، ولماذا في بعض الأحيان يتم رفض الطلب من قبل بعض المعلنين. قبل أن نتطرق إلى كيفية اختيار برنامج ما والانضمام إليه، دعونا نتعرف عن الوقت المستغرق للموافقة على طلب الانضمام، حيث يقوم المعلن بتدقيق طلبك للانضمام إلى برنامج ما ويقرر فيما إذا كان سيقوم بالموافقة عليه أو رفضه. هناك نوعان من الموافقة على طلب الانضمام، تلقائيا أو تحت إشراف المعلن. في حالة القبول التلقائي ستنضم إلى البرنامج بعد تقديم الطلب بمجرد الضغط على زر الانضمام. في جميع الحالات الأخرى يقوم المعلن بتدقيق طلبك شخصيا، مما قد يستغرق بعض الوقت، ولكن عادة ما تكون عملية سريعة ولا تستغرق وقتا طويلا. والآن دعونا نتحدث عن كيفية اختيار برنامج ما. القاعدة الأولى والهامة خاصة للناشرين الذين لديهم جمهور أو متابعين مهتمين هي اختيار برامج الأفلييت التي تثير اهتمام المتابعين وتقدم منتجات تحسب الأفضلية لدى المشترين. بمعنى آخر، على سبيل المثال، نفترض أنه لديك قناة رياضية، فلا تروج لمنتجات التجميل لأن هذه المنتجات غير مناسبة تماما لمتابعيك. يمكنك الإعلان عن ملابس رياضية وغيرها من السلع المفيدة. كما يمكنك أيضا محاولة إنشاء محتوى حول أفضل الأجهزة الإلكترونية التي تساعد في تحسين أداء الرياضيين، وبالتالي إضافة روابط الأفلييت إلى هذه المنتجات. وبعد أن قررت أي فئة من البرامج التي تريد الترويج لها، ما هي الخطوة التالية؟ نقوم بتسجيل الدخول إلى حسابك في أدميتات، ومن ثم اختيار All Programs من قائمة Programs، حيث تظهر صفحات تضمن جميع البرامج في شبكة أدميتات، وهناك سوف نقوم باختيار برنامج يتناسب مع متطلباتنا. سوف نقوم باختيار صفحة الفيسبوك كمثال للترويج، لنفترض أن الصفحة مصممة للترويج لأهم عروض المنتجات التي يوفرها المعلنون. من أجل البحث عن أي برنامج في شبكة أدميتات، عليك الدخول إلى قائمة البرامج، وهناك سوف تجد جميع البرامج المتوفرة من قبل شركائنا المعلنين في شبكة أدميتات، ولا تنسى التحقق من المساحة الإعلانية التي سوف تستخدمها قبل الانضمام إلى أي برنامج. سوف تتوافق المنطقة المحددة أي سيل سجن تلقائيا وفقا لمساحتك الإعلانية، ولكن بالطبع يمكنك تغييرها. بداية، لدينا اسم البرنامج. في حال كنت تريد العثور على برنامج معين، يمكنك كتابة اسم البرنامج هنا، على سبيل المثال شيئين، وبالتالي سوف تحصل على برنامج شيئين كنتيجة بحث. الفلتر التالي هو لتحديد البلد المراد الترويج له، فليكن المملكة العربية السعودية، وبالتالي سوف تحصل على جميع البرامج المهتمة بالترويج لها في المملكة العربية السعودية. ومن ثم Action Type، أي نوع الإجراء، وهنا سوف نقوم باختيار Sale. هنا لدينا خيار Auto Accept، أي جميع البرامج التي سوف تنضم إليها مباشرة دون الانتظار إلى موافقة المعلن على طلب الانضمام، نقوم باختياره. ثم لدينا خيار Advertisers Category، أي فئة المعلن. بما أن صفحة الفيسبوك مخصصة للترويج لأهم المنتجات بشكل عام، نقوم باختيار Online Shops. لنفترض أننا نريد الترويج لقطاع الملابس والأحذية، وبالتالي نقوم باختيار Clothing and Footwear. الفلتر التالي أيضا مهم جدا، وهو الترافيك سورس، أي مصدر الزوار. وهنا نحتاج إلى تحديد مصدر الزوار الخاص بنا، وعندما نقوم باختيار خيار معين نكون على يقين أن جميع البرامج الظاهرة يسمح بالترويج لها. نقوم باختيار السوشيال ميديا كونه لدينا صفحة الفيسبوك كمثال للترويج، وبالتالي يظهر لدينا 25 برنامج أي عرض، ويتوجب علينا اختيار برنامج ما لتقديم طلب الانضمام إليه. كما يمكنك أيضا حفظ نتائج البحث وفقا للخيارات التي قمنا بتحديدها من خلال الضغط على الزر الأزرق سيف، ومن ثم اختيار اسم نتائج البحث وليكن عروض قطاع الملابس والأحذية، ومن ثم الضغط على الزر سيف. لنقوم الآن باختيار برنامج ما وليكن علي إكسبريس، نضغط هنا. لنقوم الآن بالاطلاع على موقع علي إكسبريس، هناك العديد من قطاع الملابس والأحذية وأيضا الإكسسوارات. العرض ممتاز. لنقوم الآن بالاطلاع على معايير البرنامج، Average Payment Time أي متوسط وقت الدفع، Rules أي شروط الترويج، Rates وهي قيمة العملة التي سوف نحصل عليها مقابل كل عملية يقوم بها المشتري. العرض ممتاز، لنقوم بتقديم طلب الانضمام. للانضمام إلى أي برنامج يجب الضغط على الزر الأزرق Join، وبالتالي تظهر الصفحات تضمن شروط وقواعد البرنامج، يجب أن نقرأ هذه القواعد، وأيضا التأكد من المساحة الإعلانية المشار إليها في الأعلى، والتي تقوم من خلالها بإرسال الزيارات إلى موقع المعلن. والآن لنتحقق من شروط وقواعد البرنامج مرة أخرى، ونتأكد من أن البرنامج يسمح بالترويج له من خلال المساحة الإعلانية التابعة لنا، ومن ثم نقوم بالموافقة على الشروط والأحكام المتعلقة بالناشرين وكذلك سياسة الخصوصية، وأيضا الموافقة على شروط وقواعد البرنامج. هو
هنا نحتاج إلى وصف كيف سوف تقوم بالترويج إلى برنامج علي إكسبريس. يريد المعلن أن يتعرف على القنوات التسويقية التي سوف تستخدمها من أجل ترويج لمنتجاته. والآن دعونا نضغط على الزر الأخضر Join، ومن ثم تلقائيا ننتقل إلى صفحة البرنامج، وهنا نكون مستعدين لترويج لبرنامج علي إكسبريس من خلال نسخ رابط الأفلييت التابع للبرنامج أو نسخ رمز البانر وتنفيذ إجراءات أخرى. إذا قمنا بالضغط على قائمة My Programs ستظهر جميع البرامج التي قد قمنا بالانضمام إليها. ببساطة يمكننا الضغط على البرنامج مراد التسويق له وتنفيذ الإجراءات المطلوبة. لقد قمنا للتو بالانضمام إلى برنامج يتيح الانضمام إليه تلقائيا. في جميع الحالات الأخرى يقوم المعلن بالتحقق من طلب الانضمام شخصيا. دعونا نختار برنامج بناء على ذلك. في الحقيقة العملية هي نفسها، الإجراء المختلف هو أنه لا نقوم باختيار خيار Auto Accept. دعونا نرى ذلك. نقوم باختيار All Programs من قائمة Programs، ومن ثم اختيار البلد الذي سيتم الترويج له ليكن الإمارات العربية المتحدة، ومن ثم اختيار Action Type وهو Sale، Advertisers Category Online Shops، Traffic Source وهو في مثالنا هنا السوشيال ميديا. وبالتالي يظهر لدينا عدة برامج، نقوم باختيار برنامج ما. على سبيل المثال شرف دي جي، لنقوم بتقديم طلب الانضمام إلى شرف دي جي. نحتاج مرة أخرى للاطلاع على شروط وقواعد البرنامج وأيضا الموافقة على الشروط والأحكام وسياسة الخصوصية وتقديم وصف بالتفصيل عن كيفية ترويج البرنامج، وبناء على هذه المعلومات سوف يتم أخذ القرار القبول أو الرفض، ومن ثم نقوم بالضغط على الزر الأخضر Join، وهكذا نكون قد أكملنا عملية الانضمام. والآن دعونا نفتح قائمة My Programs من أجل الاطلاع على حالة كل برنامج. Joined بمعنى أنك قد انضممت إلى البرنامج. في حال كانت كلمة Pending بمعنى أن الطلب ما زال قيد المعالجة، وفي وقت لاحق إذا وافق المعلن على طلبك سوف تظهر كلمة Joined مع علامة صح باللون الأخضر، وفي حال رفض المعلن طلبك سوف تظهر جملة Request is rejected. وفي جميع الأحوال في حال قام المعلن بقبول الطلب أو رفضه سوف تتلقى إشعارا بذلك عبر البريد الإلكتروني، وفي حال لم تتلقى الإشعار يوجد تحقق من إعدادات الإشعارات قد تحتاج إلى تفعيلها. يمكن أن يكون هناك عدة أسباب الرفض، على سبيل المثال إذا كنت ترغب في الترويج عبر مساحة إعلانية غير مسموح بها من قبل البرنامج، أو إذا كان جمهورك ليس ضمن جمهور مستهدف من قبل المعلن، ويمكن المعلن أن يقوم برفض التعاون في حال لم تقدم معلومات كافية عن الطرق المستخدمة في الترويج. لهذا السبب نوصي بتقديم شرح مفصل عن الطرق المستخدمة في الترويج عند التقدم بالطلب الانضمام إلى البرنامج. مجرد الانضمام إلى برنامج ما نقوم قد أبرمنا نوعا ما عقدا مع المعلن للتسويق والترويج لمنتجاته. لذلك من المهم جدا لجميع المعلنين أن يتم الترويج لمنتجاتهم بأمانة وعدم الإضرار بسمعتهم، ولهذا يقومون بالتحقق من الطلب قبل الموافقة عليه، ولذلك يجدر عليك الإشارة إلى أكبر قدر ممكن من المعلومات قبل التقدم إلى الطلب. هذا كل شيء لليوم، شكرا للمتابعة، وفي حال لديكم أي استفسار يوجد ذكرها في التعليقات، ولا تنسوا الاشتراك في قناتنا من أجل متابعة الفيديوهات التعليمية المقدمة من أكاديمية أدميتات. مع السلامة.